يوم جميل، يوم مشمس، يوم رائع بالنسبة للأهلوية كلهم. النهاردة تلات أحداث أحلى من بعض. نستنى الناس تدخل كده وتطمننا على الصوت والناس تجمع معانا ونبدأ الكلام المهم قوي في يوم من أحلى أيام الرياضة المصرية. الناس داخلة اهي. يوم جميل، يوم رائع، يوم ممتع والله بالنسبة لنا. بدأ الأول كده بهزيمة الزمالك من المحلة اللي توقعتها والله من امبارح وأنا بتكلم، قايل إن الزمالك مش هيكسب في المحلة. الزمالك يا هيتعادل يا هيخسر. بيخسر الزمالك بالنهاردة 2-1 مع هدف في كلام كتير، ضربة الجزاء اللي متعودين عليها اللي بتتكوس لهم كده. هنتكلم عن ضربة الجزاء دي وهنتكلم عن كل تفاصيل مباراة الزمالك. الحدث الثاني هو رحيل فيريرا البروف يا جماعة، بروف نادي الزمالك، أفضل مدرب جه لمصر، اللي خد دوري وكاس، اللي المفروض يدي كورسات لكل مدربين مصر. فين الإعلام؟ فيريرا بيطرد للمرة الثانية من الزمالك. المرة الأولى خد شنطته واتسحب بالليل كده مطرود من الزمالك بعد ما هزقه مرتضى منصور بعد ما خسر السوبر من الأهلي، والمرة دي بيطرد من الزمالك تاني بعد ما بقاله 7 ماتشات بيكسب فيهم ماتش واحد. مين الاسماعيلي؟ تفويته. لكن باقي الماتشات كلهم 6 ماتشات يا بيخسر يا بيتعادل. اتروق من الاهلي مرتين، عمو كولر علم عليه مرتين، مره 2-0 في السوبر ومره 3-0 في الدوري. فيريرا عمل كل حاجه غلط مع الزمالك في اخر فتره. الراجل واضح انه خلاص ما بقاش شايف قدامه، نازل الماتش النهارده متعور في دماغه ومتعور في مناخيره. هم ضربوه بعد ماتش الاهلي ولا ايه يا جماعه؟ انا حاسس ان هم زنقوه في اوضه اللبس كده، كلوه علقه بعد ماتش الاهلي، بعد اللي كهربا ومحمد شريف عملوه. واضح ان هم كركبوا الدنيا على الاخر في الزمالك. فخلاص باي باي فيريرا، خد استمارة 6، اتطرد من الزمالك كده عشان يكون المدير الفني المؤقت، اعتقد هيدوروا على مدير فني اجنبي. اسامه نبيه، ابو يوسف اسامه نبيه اللي موجود في الفريق، تخيلوا اب بيدرب وابنه موجود في الفرقه، اللي هو بالحب يعني مع بعضينا هتلاقي يوسف اسامه نبيه نجم الفرقه الفتره الجايه. خلاص اسامه نبيه هو دلوقتي الكوتش بتاع الزمالك بعد طرد فيريرا، هنتكلم عن الموضوع ده كمان. والخبر الثالث هو فوز النادي الاهلي باقل مجهود. هنتكلم عن فوز النادي الاهلي اللي ما عجبنيش قوي النهارده، لكن في فوائد كتير ومكاسب كتير من المباراه هنتكلم عليها. اداء ما كانش احسن حاجه، هقول لك ليه السبب، لكن هناخد الموضوع واحده واحده. فقبل ما ابدا كده معاك، لايكات كتير على قد ما تقدر، تفجير بقى للشير كده، عايزين كل الناس يجوا معانا هنا، اخواتنا الاهلاويه يجوا يحفلوا ويفرحوا معانا، اخواتنا الزملكاويه برضو يجوا يتحفل عليهم ويتروش عليهم بقلب صافي وبنفس صافيه كده. يا عم من حقنا يا عم نروش ونحفل براحتنا، اما نروش عليك امتى؟ يعني لما تكون خسران الصبح من المحله ومرقوع 2 في المحله، انا كنت متوقعهم وقايلهم لك قسما بالله لو انت متابعني، قايل لك ان الزمالك مش هيكسب النهارده باي حال من الاحوال، الزمالك هيخسر من المحله، ده اللي كنت قايله. بيخسر النهارده وبيتروى في 20 دقيقه بس جولين، ايه يا جدعان اللي بيحصل ده؟ في 20 دقيقه المحله رزع الجولين على طول، قلنا بس ده الماتش ده هيخلص سكور، هم بيديله الثالث، الزمالك فرقه فاضيه، جولين كده للمحله. لكن التحكيم بيلحق الزمالك على طول في الشوط الثاني ضربة الجزاء اللي معروفة واللي متعودين عليها، ضربة جزاء لسيف الدين الجزيري، سيف الدين الغطاس الجزيري، يعني سيف الدين الغطاس الجزيري لازم تحطها في النص. يا عم روح العب سباحة يا عم، يا عم قرفتنا قسما بالله، ايه يا عم القرف ده؟ الواد بياخد الكرة من هنا من غير ما يفكر، هوب بيضرب غطس، بيشوف نفسه عدى خط ال 18 نقطة، يا عم في ايه؟ يا عم في ايه يا حبيبي؟ ما تشوط يا عم على الجول، والله نفسي اشوفك بتشوط، نفسي اشوفك بتسجل جول يا عم سيف الدين الجزيري. ما بيعملش حاجه غير ان هو بياخد الكوره، اعدي خط ال 18 يروح قافل مناخيره وناطط، يا عم في ايه يا عم؟ سيف الدين الغطاس الجزيري مهاجم غريب جدا في الزمالك بصراحه، بياخد ضربه جزاء. واحد هيقول لي يا عم الراجل عدى بالكوره ورجليه خبطت في رجل المدافع، هو اللي رايح للمدافع يا حبيبي، هو اللي عدى الكوره ورايح برجليه خبطها في المدافع عشان يقع والحكم بيتلكك، ما صدق تيت ضربه جزاء على طول، تعرفش الفار شغال ولا مش شغال ولا في ايه؟ ضربه جزاء غريبه بصراحه. سيبك من دي، خش لي على ضربه الجزاء اللي كان بعديها، في كوره كده امام عاشور شاط الكوره جت في فخذ لاعب المحله، فخده اقسم بالله، راحوا على الحكم هاجوا عليه كلهم، لعيبه الزمالك هيموتوا الحكم، عايزين ضربه جزاء. انت متخيل حسب لهم ضربه جزاء ظلم، وفي كورتين تانيين الكوره قسما بالله ما لمست اي ايد للاعب غزل المحله، كورتين بيجروا هيموتوا الحكم عايزين يحسبوها ضربه جزاء. انتوا مالكم في ايه؟ انتوا خلاص ما بتكسبوش غير بضربات الجزاء، لو ما اتحسبلكوش ضربه جزاء مش هتقدروا ان انتوا تجيبوا جول ولا تتعادلوا. حاجه بقت مقرفه جدا بصراحه
من الزمالك خدوا ضرب الجزاء واحده النهارده. ضرب الجزاء ظلم من وجهه نظري. ولو انت زملكاوي قول لي في الكومنتات شايفها صحيحه ولا لا, ولو انت اهلاوي قول لي برده. مستني رايكم في الكومنتات في ضرب الجزاء الزمالك اللي سجلها زيزو النهارده, اللي ما بيجيبش جوال غير من ضربات الجزاء. خلاص زيزو من بعد قصه المنشطات مش شايفينه, مع انه عمل اداء كويس النهارده, لكن ما سجلش ولا صنع غير لما جات له ضربه الجزاء اللي سجل منها. انتهت المباراة 2-1. خلينا اتكلم معاكم عن حاجة اهم كده, عشان فيريرا خلاص ودعنا, لكن خلينا نتكلم التشكيل اللي بدأ بيه النهاردة. على فكرة النهاردة لعب بالتشكيل اللي الزملكاوية عايزينه. الزملكاوية كانوا بيقولوا ايه يا عم, رجعنا ل 3-4-3, ارجع ب3 قلوب دفاع تاني وما تلعبش 4-3-3 اللي جايبالنا الكافية واللي مخسرانا. راح الراجل قال لهم عيني دي قبل عيني دي, انا راجل مش شايف قدامي وخلاص سني كبر ومتعور في دماغي وفي مناخيري ومش حمل منهدة. حاضر, عايزين 3-4-3 عيني يا باش. راح لعب لهم بال 3 4 3 اللي هم عايزينها في حراسه المرمى. عواد ثلاثي في خط الظهر, الزناري عبد الغني حسام عبد المجيد, هي دي الاوراق اللي موجوده عنده, هم دول اللي عايزينهم جماهير نادي الزمالك. على يمينهم عمر جابر وعلى شمالهم سيد نيمار. سيد نيمار باك شمال يا جدع, حرام عليك حرام عليك يا فيريرا, ده بيقولوا تدي كورسات لمدربين الدوري المصري, انت كده هتضيعهم. لعب بسيد نيمار ناحيه الشمال وعمر جابر ناحيه اليمين. اتنين في نص الملعب رؤى وامام عاشور رجع لهم, وقعد دونجا وقعد السيسي, قال لك دي صفقات مضروبه خليها على الدكه دلوقتي. ولعب بامام عاشور ورؤى على الشمال مصطفى شلبي اللي ملوش اي لازمه, على يمين احمد السيد زيزو ومهاجم سيف الدين الغطاس الجزيري. ده تشكيل نادي الزمالك اللي بدا من اول المباراه النهارده. لعب بال 3 4 3, عينك ما تشوف الا النور. بدا الماتش من هنا تك تك على طول, غزل المحله جولين في ايه الزمالك, اللي هو يا جدعان احنا ما لحقناش نلعب, يا جدعان احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم, اهدوا علينا شويه. تك تك جولين على طول من اول المباراه, ما لحقناش ان احنا نعمل حاجه. وبيقول لك كان فيه هتافات كده من جماهير غزل المحله, اوف اح احمد النادري حطه صح, ربنا يستر بقى وما يقولكش وقف احمد النادري كمان. جولين على طول كده لغزل المحله. الزمالك محاولات لكن ما كانش كويس خالص في الشوط الاول, لحد الشوط الثاني ما جه كده عمل تغييره في الشوط الاول. فيريرا حس ان الموضوع مش نافع, راح مخرج الزناري ومنزل دونجا, قال لهم بس مش عايز اسمع صوت زملكاوي, انا هلعب 4-3-3 اللي انا شايفها صح. راح منزل دونجا ثالث نص الملعب ومطلع الزناري وقلب الطريقه ل 4-3-3, مع اني كنت شايف خطا كبير جدا في التشكيل ان انت بتلعب بسيد نيمار باك شمال. سيد نيمار ده من اهم الاوراق الرابحه اللي موجوده في الزمالك, لما يلعب ناحيه يمين زي فتوح كده, حاجه زي فتوح الله يرحمه يعني, اللي لسه مش موجود لحد دلوقتي, ما نعرفش مخبينه فين, هو عبد الله جمعه متوين في القصب ولا مستخبين فين, ما تعرفش. المهم سيد نيمار ما يلعبش ابدا باك شمال, كان بيلعب باك شمال ودي الغلطه الكبيره. فطلع الراجل الزناري في اول 36 دقيقه بيذبحه وبيخلص عليه كده, بعد ما عمل اسيست الاهلي الماتش الاول بيخرج في الماتش الثاني في الدقيقه 36, هو المشكله يعني اللي في التشكيل, ونزل دونجا في نص الملعب. طيب الموضوع اختلف؟ لا والله ما اختلفش, هو بس ان غزل المحله ما بقاش عايز يهاجم زي ما كان بادئ, بقى بيلعب على الهادي. الراجل كسبان 2-0 طبيعي انه يلعب كده. خلص الشوط الاول, بدا الشوط الثاني, راح جاي عامل تغييرات على طول في الدقيقه 60 اللي جه بعديها الجول, عمل تغييرين, نزل عبد الشافي مكان عمر جابر, وده تغيير ممتاز فرق جدا مع الزمالك. عبد الشافي خد ناحيه الشمال, عمر جابر خرج اللي هو ثغره كبيره جدا, جه سيد نيمار ناحيه يمين, ومن ساعه ما جه ناحيه اليمين انطلقت يمين الزمالك عن طريق زيزو وسيد نيمار, وكانوا جبهه محترمه جدا شكلوا منها خطوره لكن ما قدروش يسجلوا. نزل كمان عمرو السيسي مكان رؤى, تغيير مركز في مركز في نص الملعب, طلع عيان ونزل ميت. رؤى لبس كوبري النهارده يا جدعان قسما بالله يجيب صداع. احمد الشيخ هداف الدوري المصري وهو داخل عليه راح حاططها له من بين رجليه كده, وبعد كده عمل اسيست جامد قوي للنادري, شاط في الجول صاروخ غير الجول الاول اللي اتعمل اسيست لوب. عواد طالع من مرمى, طالع بتعمل ايه يا عواد, ارجع جولك بسرعه, راحت محطوطه الكره من فوقيه. الجول الاول والجول الثاني الجولين احلى من بعض بصراحه. طلع رؤى, نزل السيسي مكانه, ضرب الجزاء على طول اللي اتحسبت كده لسيف الغطاس سيف الدين الغطاس الجزيري, وقع في كوره خد ضرب الجزاء شاطها زيزو سجل جول. بقت النتيجه 2-1, وللحق باقي المباراه الزمالك انتفض هجوميا بشكل قوي جدا, هاجم بكل خطوطه, ضيع كتير تسديدات كتير جدا كانت عاليه, ما كانش فيه تركيز في اللمسه الاخيره. سيف الدين الغطاس الجزيري جات له واحده جوه ال 18 جوه ال 6 يارد, ما ينفعش ان هي تضيع, حاول يشوط بيمينه مش واخد على التسديد, خبطت في الثابته كده والكره وضاعت, لكن لو كان وقع كان خد ضربه جزاء. هو بيعرف يقع وبيعرف ياخد ضربات جزاء, لكن يجيب اجوال لا دي مش بتاعته, فما قدرش انه يسجلها. جت كرات كتير جدا كانت خطيره للزمالك, يوسف اسامه نبيه شاط, زيزو شاط كتير جدا, امام عاشور شاط اكتر من شوطه, حارس مرمى غزل المحله كان متالق جدا النهارده, وقدروا ان هم يخرجوا بالمباراه 2-1. عمل تغييرين, نزل يوسف اسامه نبيه ابن المدرب يا عم دلوقتي اللي هيبقى نجم الفريق,
محدش قده. نزل وخرج مصطفى شلبي، يوسف طبعا افضل بكتير جدا، نزل سامسونج ونزل سامسونج وطلع سيف الدين الجزيري، بس برضه ما كانش مشحون كالعاده، ما عملش اي حاجه في المباراه. بيخلص الماتش 2-1 لغزل المحله زي ما توقعتها بالظبط. خد مني وما تراجعش ورايا، قلت لك الزمالك مش هيقدر يكسب المحله كبير، ولو اللعيبه كانت رجاله كده تتعادل. تخيل بقى، خد مني الكبيره، ان غزل المحله حفل على الزمالك من قبل المباراه، لما الاهلي كسب 3 كده ورقعناهم الثلاثه بتوع كهربا ومحمد شريف، غزل المحله راح رافعين بوست قبل الماتش. اللي بيحفل قبل الماتش ده في الغالب بتتقلب عليه، لكن هم حفلوا قبل الماتش ونزلوا نتيجه سابقه ليهم، كانوا كسبانين الزمالك 3-0، وقالوا لهم احنا عارفين ان الموعد مش مناسب لكن عندنا ماتش مع بعض يوم الثلاثاء، تعالونا. بيحفلوا عليهم قبل الماتش كده، المفروض اللعيبه تسخن وتحس كده على دمها وتنزل تاكل النجيله، لكن مفيش الكلام ده يا باشا. نزلوا الملعب النهارده، غزل المحله حفلت قبل الماتش وحفلت بعد الماتش وكسبت المباراه وخدت 3 بونت مهمين جدا، وخلص ماتش الزمالك 2-1 لغزل المحله، عشان الزمالك ياخد 0 نقطه وغزل المحله ياخد 3 ويقرب جدا من الزمالك، هيعدوهم الجوله الجايه. هنتكلم عن جدول الدوري دلوقتي. الاول جدول الدوري، الاهلي طبعا قدر يكسب 1-0، نتكلم عليه بالتفاصيل عشان يفضل على الصدارة من 15 مباراة 37 نقطة. النصر طاير محدش قده. الاهلي في المركز الاول، مركز تاني فيوتشر النهاردة، فيوتشر اللي اتعادل مع المصري وخسر نقطتين في المركز التاني ب 31 نقطة، فرق 6 نقاط كاملين بين الاهلي وبين اقرب حد ليه اللي هو فيوتشر. بيراميدز كسب النهاردة 2-1 قدام سموحة من 15 مباراة معاه 30 نقطة، صراع قوي على المركز التاني بين بيراميدز وفيوتشر. مركز رابع موجود المقاولين العرب ب 27 نقطة، مركز خامس أخيرا لقينا الزمالك يا جماعة، عمال أدور عليه في الجدول كده لقيته في المركز الخامس الحمد لله، 26 نقطة، فرق 11 نقطة بينه وبين الأهلي ولسه جولتين على الدور الأول. أما هنخلص الدوري فرق كام؟ كان بيقول لك حصر عليك اللي في بالي لا طايل أول ولا تاني، ده أنت حصر عليك اللي في بالي لا طايل أول ولا تاني ولا تالت ولا رابع، والجولة الجاية أوعدك، خد الحتة دي سكرين شوت واقطعها عندك، الجولة الجاية أوعدك إن الزمالك هيكون مركز سابع، علم على كلامي وخدها سكرين شوت عندك، الزمالك في الجولة الجاية هيكون مركز سابع. تقول لي ليه كده؟ أقول لك لأن الاتحاد وغزل المحلة الاتنين 25 نقطة ورا الزمالك على طول، فرق نقطة واحدة، والزمالك الماتش الجاي عنده ماتش مع فيوتشر، وفيوتشر لسه متعادلين فمش هيرحموا الزمالك، هينزلوا دب 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 على طول يخلصوا المباراة مع أسامة نبيه، يروحوا ماشيين بقى أسامة نبيه وجايبين أي حد تاني مكانه. فالزمالك الماتش الجاي أوعدك هيكون مركز سابع، خد الحته دي سكرين شوت وفكرني بيها بعد المباراه، بعد مباراه الزمالك وفيوتشر ارفعها لي كده وقول لي انت قلت الزمالك هيبقى سابع، ووريني ترتيبه في الدوري الكام، وقول لي انت كنت قايلها من بدري قوي. الزمالك الماتش الجاي قدام فيوتشر هيخسر من فيوتشر وهيبقى مركز سابع، الاتحاد والغزل يشدوا حيلهم بس وهيعدوا. ده كده جدول الدوري المصري اللي قلناه مع بعض. خلينا ندخل بقى على حته رحيل فيريرا قبل ما نتكلم عن الاهلي. رحيل فيريرا، فيريرا خلاص انا كنت متوقع رحيله بعد مباراه الاهلي، والله صبروا عليه شويه لكن ما قدروش يستحملوا اكتر من كده، قال لك الراجل ده الزهايمر مبهدله خالص وخلاص مش فايق، 4-3-3 مش نافعه، 3-4-3 مش نافعه، مفيش حاجه بقت نافعه معاه، ونازل لي مضروب ودماغه متعوره ومناخيره متعوره، مالك يا فيريرا؟ ما انت كنت زي الفل والله، كانوا بيقولوا تدي كورسات لكل مدربين الدوري المصري، انت متخيل الضحك وصل لدرجه ايه؟ ده كولر لعبك مرتين رقعك المرتين 2-0 في 3-0، تدي كورسات لمين يا عم؟ تدي كورسات لمين؟ ده انت المفروض تروح تبوس على ايد كولر كده تقول له قول لي بتكسب ازاي؟ الاهلي رغم كل المشاكل اللي عنده، رغم كل الاصابات، رغم كل الغيابات، بيكسب وبيفوز وبيفوز وبيفوز، ومتصدر الدوري، اعلى خط هجوم، اعلى خط دفاع، قادر ان هو يعمل كل حاجه بالعلامه الكامله، مفيش اي خطا عند النادي الاهلي، الراجل لعب 20 مباراه، 20 مباراه كولر مع الاهلي ما خسرش ولا ماتش، فين الاعلام؟ فين الطبله اللي بتتمسك لكولر زي ما بتتمسك لفيريرا؟ بتطبلوش لكولر ليه؟ انا مش فاهم. اشمعنى ما بيتقالش عليه البروف؟ ما بيتقالش عليه الاستاذ؟ ما بيتقالش عليه الدكتور ليه؟ ليه فيريرا كان بيتقال عليه البروف وهو واخد على دماغه من كل الفرق؟ عشان خد دوري وكاس، عشان خد دوري وكاس، ما موسيماني كان واخد كاس وسوبر وافريقيا وسوبر افريقي وافريقيا تاني وسوبر افريقي تاني وبرونزيه كاس عالم وكل الحاجات دي، وما كانش بيتقال عليه كده، كان بيتقطع في الاعلام والله. لكن الطبلة كانت ممسوكة لفيريرا. طب ايه رأيكم في فيريرا دلوقتي؟ رحب اتطرد وساب الفريق خالص، ودلوقتي أسامة نبيه هو اللي هيكون موجود
مدرب الزمالك في الفترة اللي جاية، هنشوف هيعمل ايه. عندهم ماتش الجاي صعب جدا مع فيوتشر، اعتقد انها مباراة مش سهلة ابدا مع الزمالك، بعد كده مع فاركو حد ما يخلص الدور الاول، هنشوف هيعمل ايه. الموضوع صعب مع الزمالك، محتاجين بصراحة صفقات كتير جدا، زي ما الاهلي لسه محتاج صفقتين مهمين. خلينا نتكلم عن الاهلي. الاهلي بدأ المباراة النهاردة مريح 3 لعيبة اساسيين مهمين جدا، عمي كولر يعمل اللي هو عايزه، مريح علي معلول، مريح محمد هاني، واحد من افضل النجوم اللي موجودين في النادي الاهلي الفترة الاخيرة. هاني ما بقاش لاعب عادي، لا ده لعيب مهم جدا واثر علينا جدا النهاردة، وشفنا تأثيره في الملعب. هاني، معلول، وكمان حسين الشحات، 3 ما كانوش موجودين في الملعب النهاردة، 3 مؤثرين فعلا. الراجل قالك التلاتة دول راحة، التلاتة مفهومش حاجة، معلول سافر كمان تونس، يروح ويجي بالسلام. لعبنا ازاي النهاردة؟ 4-2-3-1 الاهلي بيبدأ بيها، غيرها النهاردة وخلاها 4-3-3. في حراسة المرمى الشناوي، رباعي في خط الظهر، خالد عبد الفتاح بيلعب تاني مباراه ليه بس باك رايت النهارده، ما لعبش مساك، ربنا يكون في عونه، مره مساك مره باك رايت، كمل باك ليفت، لعب في كل المراكز اللي ورا، لعب باك رايت النهارده. 2 ثنائيه دفاعيه، انا قلت التشكيل ده بالظبط قبل المباراه يا جماعه والله، ربيعه ومتولي على الشمال، كوكا ده اللي احنا توقعناه وده اللي بدا، ما عندناش باك شمال، اتنبح حسنا عشان نقول هاتوا باك شمال بديل لمعلول، معلول عشان مريحه بس مباراه كنت محتاج ناحيه الشمال، ما بالك بقى لا قدر الله لو حصلت له اصابه بعد الشر عليه، يعني الاهلي مش هيلاقي حد يلعب باك شمال. عايزين باك شمال يكون بديل لعلي معلول، قلناها 100 مرة يا إدارة. باك يمين عبد الفتاح، باك شمال كوكا، 2 سيرد باكات، ربيعة ومتولي، قدامهم 2 على الدايرة، دبابتين وحشين أسدين، أليو ديانج وحمدي فتحي، قدامهم 3 أو معاهم مروان عطية كان في نص الملعب بيزيد لكن موجود معاهم في نص الملعب ثلاثية، قدامهم طاهر على اليمين، عبد القادر على الشمال اللي ما عجبونيش النهاردة، ومهاجم محمد شريف أسد النادي الأهلي اللي رجع شم نفسه على الزمالك وسجل جولين وبيسجل الثالث النهاردة، هداف النادي الأهلي اللي جاب لنا الثلاثة بونت. ده تشكيل الأهلي. الأهلي بيفوز حرفيا، عارف الفوز التجاري، عارف الفوز كده اللي هو ايه، مشي حالك هات التلاتة بونت وخلاص، دي اخر مباراة لينا، انا مسافر كاس عالم للاندية يا عم، وباصص في حتة تانية دلوقتي، باصص على ماتشات اهم بكتير في كاس العالم للاندية، عايز اظبط اوراقي، عايز اشوف هجيب مهاجم ولا مش هجيب مهاجم، عايز اريح لعيبة كتير. بص الراجل رايح كام لاعب النهاردة، رايح معلول وهو سليم 100%، رايح هاني وهو سليم 100%، رايح حسين الشحات، 3 كانوا مضغوطين جدا الفترة اللي فاتت، السولية جاهز، اداله شوط وادى الحمدي شوط، رايح ده ورايح ده ماشي، رايح كمان عبد المنعم باذن الله يكون موجود معنا في كاس العالم سليم 100%، مرضيش ان هو يدفع بيه، ريح كمان قفشه، نزل شوط واحد من على الدكه، شريف عايز يديله الثقه، نزله لعب الماتش كله النهارده، ريح كهربا اللي كان بقاله سنه ما بيلعبش ولعب ماتشين فقال له لا اقعد انت يا كهربا النهارده انا عايزك في كاس العالم، فريح لعيبه كتير جدا النهارده. كنت نفسي اشوف كريستو بصراحه، ما شفتوش، كان نفسي نزله الشوط الثاني، راجل نزل بيرسي تاو برده اطمنا عليه، تاو مهم جدا انه يكون موجود معانا، فمن ناحية الإراحات راجل رايح لعيبة كتير بصراحة. لكن سير المباراة بقى، مباراة من أسوأ الماتشات للنادي الأهلي، مباراة الأهلي حرفيا أنا كنت هنام قدام الماتش، الماتش سيء جدا جدا جدا، شوط أول قلت إن هو من أسوأ الأشواط اللي شفتها للنادي الأهلي وده كان حقيقي، وقلت ممكن يتغير في الشوط التاني، اتغير شوية لكن مش التغيير اللي أنا كنت مستنيه. الأهلي قدر يسجل جول في الدقيقة 31، ما عملناش اي تهديد قبليه، شوطه واحده لمروان عطيه المفروض تتشاط صاروخ حطها ببطن رجليه ركنه كده، فما كانتش احسن حاجه، لكن سجلنا جول وده اهم حاجه، ان انت حتى لما تكون وحش تقدر ان انت تسجل. الجول بقى اللي عجبني فيه ايه؟ جول ماركت محمد شريف، هو ده محمد شريف بتاع السنه اللي فاتت، اللاعب الخطاف اللي بيقدر يسجل من نص فرصه، اللي الكره تروح للجول ترجع تلاقي محمد شريف اقرب واحد ليها على طول. كره اتلعبت بالعرض من احمد عبد القادر من الشمال، سبق ليها مروان عطيه، ممتاز، لازم يتقال شابول مروان عطيه في الزياده العدديه جوه ال 18 اللي كولر قايلها للاعيبه نص الملعب، كان بيعملها الشوط الاول 2، كان حمدي فتحي، طبعا حمدي فتحي ده اللي في كل حته في الملعب، ده المهم المهاجم التاني بتاعك يعتبر، حمدي افضل لعيب في النادي الاهلي، كولر قدر يطلع منه اللي كان مطلعه منه موسيماني لما كان بيلعبه ليبرو، كان بيلعب ليبرو ونص ملعب، دلوقتي بيلعب نص ملعب ومهاجم. حمدي فتحي ده جبار يا جماعه قسما بالله، لعيب جوهره موجوده عندك جوه الفرقه، لعيب مع موسيماني تخيل كان بيلعب مساك وكان بيلعب ليبرو وكان بيلعب ديفندر 6 و8، دلوقتي بيلعب 6 وبيلعب 8 وبيلعب مهاجم والله جنب شريف وبيزيد وبيبقى صانع العاب وبيروح ناحيه الوينج، حرفيا حمدي فتحي ناقص يلبس جوانتيات ويرجع يقف جول بس، فكان بيزيد النهارده زياده كويسه جدا اللي عملها في ماتش الزمالك. كمان مروان عطيه زاد، دخل ال 18، لعب الكره بتاعت الجول، رجعت شريف راح حاططها على طول، هو ده شريف، هو ده شريف بتاع النص فرصه اللي اي كره ترجع على طول يروح هو اللي خطاف وهو اللي سباق وهو اللي يلمس ويسجل. سجل جول كويس جدا، خرجنا من الشوط الاول 1-0. بين الشوطين اتصاب كوكا، كفايه اصابات يا اهلي، خرج كوكا، نزل محمد فخري لعب ناحيه يمين لانه مش هيقدر يلعب شمال، خالد عبد الفتاح شمال،
الدنيا مضروبه عندك ورا، لا باك يمين ولا باك شمال. في وجود معلول وهاني بتبقى فرقه تانيه، اتنين طايرين طول الوقت، اتنين بيعملوا اسيستات، خطار، بيسددوا، بيعملوا كل حاجه. هاني ومعلول حسينا بقيمتهم جدا النهارده. بعد كده عملت تغييرين تانيين في الدقيقه 62، نزلت السوليه وقفشه، طلعت مروان عطيه وطلعت حمدي فتحي ريح، وقلبت التشكيله 4-2-3-1 صريحه، قفشه تحت المهاجم، سبت السوليه وبقى يزيد ويروح ديانج. الراجل كولر ده عنده دايما لعيبه نص الملعب، الديفندرات لازم تزود وتبقى موجوده جوه ال 18 وتشوط وتعمل واجبات هجوميه، والثلاثه بيأدوها بشكل كويس جدا. في الدقيقه 77 نزل بيرسي تاو وخرج احمد عبد القادر اللي ضيع كوره ما تضيعش عدل على يمينه وحط في البعيده. ضيعنا كذا كوره كده في الشوط الثاني، لكن برده الاهلي ما كانش احسن حاجه، كنت عايز اداء افضل من ده. وفي اخر دقيقه بينزل شادي حسين وبيطلع محمد شريف، مفيش مشكلة، كان نفسي اشوف كهربا، وكان نفسي اشوف بصراحة محمد الضاوي كريستو، خصوصا كريستو كان لازم ان هو ينزل بدري شوية كده، مثلا بدل تغيير شادي بشريف ديا كان ممكن جدا تنزل كريستو وتشد من الملعب طاهر محمد طاهر. طمنا على طاهر النهاردة، طمنا على لعيبة كتير ان هي راجعة وان هي فورمة، داخلين على كاس العالم، نقفل صفحة الدوري، انا ماشي وانا متصدر، فرق 6 بونت بيني وبين اقرب فريق ليا، فرق 11 بونت بيني وبين الزمالك المفروض ان المنافس ليا على الدوري، عامل كل حاجة في الدوري، ما خسرتش ولا مباراة. الراجل في 20 ماتش ما خسرش ولا مباراه، علامه كامله كده الكولر، متصدر الدوري، اقوى هجوم، اقوى دفاع، اكتر فريق كسبان، ما خسرش ولا ماتش، عامل كل حاجه، وصل لنهائي الكاس، كسب في افريقيا، رايح جاي جوه وبره، هنا وفي تونس اتحاد المينستيري، خد السوبر، عامل كل حاجه كولر، لازم نقول له شابوه ونطبل له احنا بقى كاهلاويه طالما الاعلام ما عندهمش دم. تقييم لعيبه النادي الاهلي مش هقيمه من النهارده، الاداء ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، الافضل في المباراه من وجهه نظري طبعا اليو ديانج، نجم النادي الاهلي ودبابه نص الملعب، هو الاحسن بالنسبه لي النهارده. اما الاسوأ فيعني طاهر محمد طاهر ما عجبنيش قوي النهارده بصراحه، وطبعا كوكا كان سيء جدا، لعيب صغير مش عايز ان انا اذبحه، وفخري لما نزل برده كان سيء. ده بالنسبه لي، قول لي رايك انت في الكومنتات، مين كان الافضل في الاهلي، مين كان الاسوأ، لايكات كتير على قد ما تقدر، وشير كتير كده، واكسبلور عشان الفيديو وصل لكل الناس، اشترك في قناتي على اليوتيوب وفولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد، عشان اللي جاي بقى كلام عن كاس العالم وكلام مهم جدا. سلام.